الرابعة بتوقيت الجزائر، نشرة للأخبار. مشاهدينا الكرام أهلا بكم. والمستهل بالحدث الكروي، حيث يواجه اليوم اتحاد الجزائر نادي يونغ أفريكانز التنزاني لحساب إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بملعب الخامس جويليا الأولمبي، مباراة مصيرية بالنسبة لأبناء سوسترا للظفر بأول كأس إفريقية تعزز رصيد الفريق العريق بالتتويجات. سفيان مهني. تسعون دقيقة باتت فاصلة عن تحقيق حلم طال انتظاره. القارة السمراء قد ترضخ أخيرا لمجهودات أبناء اتحاد الجزائر لحمل أول كأس إفريقية ورفع العلم الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام يونغ أفريكانز. ثنائية محيوس ومريلي بدار السلام تحتم على أشبال بن شيخة عدم الاستسلام ودخول مواجهة الإياب بجدية كبيرة ونسيان فوز الذهاب، وكل الدعم سيلقونه من آلاف عشاق اللولين الأحمر والأسود. احنا اللي نخليوها مباراة تجي صعيبة، وحنا اللي نخليو مباراة ترجع لنا سهلة. احنا أصحاب القرار، احنا اللي زاكتور، احنا هما اللي زاكتور، واجدين في راسنا، واجدين ذهنيا، واجدين أن عندنا درجة واحدة، دريجة ماشي درجة، دريجة صغيرة باش ندخلوا في التاريخ تاع النادي هذا. مستحيل باش نخليوها تفوت الفرصة. الممثل التنزاني يونغ أفريكانز لم يفقد الأمل رغم قدومه إلى الجزائر متأخرا في النتيجة، وسيرمي بكامل ثقله لقلب الموازين. يونغ أفريكانز فريق كبير جدا، وفريق عندهم إمكانياتهم مهمش. على كل حال قلت البارح أظن في المطار لما جيت، ما احناش باش حتى إذا قدر ربي والاتحاد كسب الكأس باش حاولوا نصعبوا لهم، نأمروا إلى أقصى حد. دخول التاريخ أضحى على بعد مرمى حجر، وملعب الخامس جويليا سيكون شاهدا على كتابة عهد جديد مع جيل جديد يمثله زملاء القائد بالعيد ويقوده المدرب عبد الحق بن شيخة. هذا وبإمكانكم متابعة نهائي كأس الكاف بين اتحاد الجزائر ويونغ أفريكانز التنزاني عبر القناة الأولى للتلفزيون الجزائري بداية من الساعة 8 مساء. فحظ موفق لممثل الجزائر في هذه المنافسة القارية. ومركب 5 جويليا الأولمبي يشهد توافدا كبيرا للجماهير لتشجيع فريق اتحاد العاصمة في هذه المباراة المصيرية، أليس كذلك أنيس؟ فعلا مساء الخير، مساء الخير بالجمهور الرياضي الكريم وبالمشاهدين الكرام. قبل أقل من 4 ساعات على بداية هذا الحدث التاريخي، على هذه المباراة التاريخية لممثل الجزائر اتحاد الجزائر أمام يونغ أفريكانز التنزاني، الأنصار بدأوا في الدخول إلى مدرجات ملعب 5 جويليا، بدأوا بالهتافات، بدأوا بصنع صور جميلة مثل ما نشاهد على الصور. يعني قبل أقل من 4 ساعات على المباراة التي ستكون على الساعة 8، مباراة تاريخية، خاصة وأن اتحاد الجزائر يعني قدم مشوار مميز منذ بداية هذه البطولة من مرحلة المجموعات إلى مرحلة خروج المغلوب. الآن يعني وصلنا إلى آخر محطة مثل ما وصفها عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد الجزائر، وصفها بالمحطة الأخيرة التي يجب فيها التركيز ونسيان المباراة الأولى، مباراة الذهاب التي انتهت بفوز اتحاد الجزائر بالأداء والنتيجة. عبد الحق بن شيخة طالب لاعبيه في التربص التحضيري الذي كان مغلق في مركز سيدي موسى ودام لثلاث أيام، طالبهم بالتركيز في هذه المباراة النهائية والتعامل بحذر مع فرديات المنافس التنزاني، وكل هذا من أجل أن يكون ختام مسك، من أجل أن تكون الختام بأفراح جزائرية ليست فقط في سوسترا بل في كل أرجاء الوطن الجزائري. وهو كذلك أنيس مزيان من قلبي الحدث من مركب 5 جويليا الأولمبي، كنت معنا مباشرة، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. وصعود تاريخي حققه نجم بن عكنون إلى رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عقب فوزه أمام منافسه ترجي مستغانم بملعب ثانوية المقراني، وذلك ضمن فعالية الجولة 30 لبطولة الرابطة الثانية
لكرة القدم مجموعة وسط غرب. هذا وكان رئيس الجمهورية قد هنأ الفريق على حسابه الرسمي على تويتر بمناسبة تألقه والتحاقه ضمن فرق النخبة، متمنيا له التوفيق في مشواره الرياضي. وفرحة عارمة لدى أنصار نجم بن عكنون شهدتها مختلف شوارع العاصمة عقب تألق الفريق والتحاقه بفرق النخبة ضمن الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. رياضة دائما، وفي نهائي كأس الجمهورية داخل القاعة توج نادي أقبو لكرة القدم بلقب الكأس بعد فوزه على نادي بارادو بستة أهداف مقابل خمسة في مقابلة سادتها الأجواء الحماسية، خاصة أنه أول تتويج من نوعه في تاريخ النادي البجوي. خلال مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في مراسم تنصيب رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان، نوه رئيس مجلس الأمة السيد صالح جوجيل اليوم بأنقرة بجودة العلاقة المتميزة بين الجزائر وتركيا وشعبي البلدين الشقيقين المتجذرة في التاريخ وأواصر الأخوة والصداقة الوثقة التي ترجمها التنسيق والتعاون بين قيادتي البلدين. كما جدد جوجيل في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء التركية الأناضول تحياتي وتهاني رئيس الجمهورية للسيد رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية التركية لعهدة رئاسية ثالثة. في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى نيويورك بتكليف من رئيس الجمهورية، أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف محادثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية سيراليون ديفيد فرانسيس. الجانبان تناولا سبل التعاون والتنسيق بين وفدي البلدين تحضيرا لانضمامهما إلى مجلس الأمن بداية من جانفي المقبل. كما اتفق الطرفان على العمل والتنسيق مع العضو الإفريقي الثالث بالمجلس جمهورية الموزمبيق للإسهام في توحيد كلمة إفريقيا داخل هذه الهيئة الأممية. هذا وأجرى أحمد عطاف محادثات مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، حيث استعرض علاقات التعاون بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة في المجالات المتعلقة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 التي تم اعتمادها إطارا عاما لتوجيه العمل الإنمائي على المستويين الوطني والعالمي. كما استعرض أحمد عطا في جلسة عمل مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالشؤون السياسية روزماري دي كارلو جملة من الملفات السياسية التي تشكل المحاور الرئيسة للتعاون بين الجزائر والأمم المتحدة من أجل نشر السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والقارة برمتها. الطرفان تبادلا وجهات النظر حول تطورات الأزمات في مالي ليبيا والسودان والتحديات الأمنية المتزايدة في منطقة الساحل والصحراء، إضافة إلى آفاق إحياء المسار السياسي في الصحراء الغربية واستئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع جبهة البوليزاريو والمغرب للوصول إلى حل عادل ودائم يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. واتفق الجانبان على مواصلة الحوار وتنسيق الجهود، خاصة في أفق انضمام الجزائر إلى مجلس الأمن خلال الفترة 2024-2025.
هذا وأجرى عطاف محادثات مع نظيره من جمهورية غويانا هويو إيلتون تود، حيث استعرض سبل العمل سوية داخل الهيئة الأممية لتعزيز أفاق التنسيق مع دول الأفارقة الأعضاء وتشكيل كتلة موحدة داخل المجلس تأخذ على عاتقها التعبير عن انشغالات الدول النامية والدفاع عن أولوياتها وتطلعاتها في مجالات السلم والأمن. افتتحت اليوم بالعاصمة أشغال اليوم الدراسي لترقية المشاريع والمرافقة البنكية بحضور خبراء في الاقتصاد ومسؤولي البنوك وممثلي العديد من المؤسسات المالية وكونفدراليات أرباب العمل من تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالتعاون مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية. وزير المالية وخلال إشرافه على افتتاح اليوم الدراسي أكد أن اللقاء فرصة لإبراز التوجهات الجديدة لمرافقة المستثمرين بتقديم تسهيلات للموافقة البنكية كما تنص عليه التشريعات الجديدة خاصة قانون الاستثمار للرفع من مستوى الإنتاج كما ونوعا لتلبية احتياجات السوق الوطنية والولوج للأسواق الخارجية خاصة منها الإفريقية، كاشفا أن أو بالمناسبة أن الدولة خصصت ما قيمته 10,000 مليار دينار كقروض لتمويل الاقتصاد الوطني، 70% منها موجهة للمشاريع الاستثمارية. وبالمناسبة دائما تم توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والمديرية العامة للضرائب. إن الحكومة الجزائرية قامت منذ سنتين بمجموعة من الإصلاحات المهمة التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، بداية بتعديل القانون المتعلق بالاستثمار الذي يندرج في إطار سياسة عامة تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني والدعم النمو الاقتصادي. كما أعلمكم أن السيد الوزير الأول كلفني بإشراف على تنظيم فوج عمل قطاعي مشترك سيتكفل بإعداد حصيلة شاملة للأصول العقارية غير مستغلة التابعة للمؤسسات العمومية والاقتصادية، وذلك بغية تعزيز الحافظة العقارية للاقتصاد الموجه للاستثمار، والتي ستعرض من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر المنصة الرقمية للمستثمر والمسيرة من طرف هذه الأخيرة. ضمانا للشفافية وموثوقية المعلومات المالية من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي وتحت شعار محافظ الحسابات الضامن للثقة والشفافية من أجل الانتعاش الاقتصادي، انطلقت اليوم بفندق الأورسي بالعاصمة فعالية الطبعة 9 للجلسات الوطنية لمحافظي الحسابات بحضور وزير المالية العزيز فايد ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد وخبراء وفاعلين في قطاع المالية ومحافظي الحسابات. الطبعة التي ستدوم يومين وتنظمها الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات تهدف إلى تباحث أهم القضايا الاقتصادية الراهنة والدور المهم الذي يلعبه محافظ الحسابات في المحافظة على انتظام حسابات الشركات ومطابقتها لأنظمة التشريع المعمول بها. أهمية الدور المنوط بالمحافظ المحاسبات خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، والذي يتجسد من خلال مساهمته كفاعل في رقابة الحسابات والتدقيق المالي لمؤسسات والشركات العمومية والخاصة على حد سواء، وكذا ضمان نزاهة وشفافية العمليات المالية والمحاسباتية. محافظي الحسابات بالنسبة لقطاعنا الوزاري هم شركاء حقيقيين، سواء فيما يخص الشركات الناشئة أو المصغرة. دائما نقول أن شركات محافظي الحسابات هم الشركاء الأولين للشركات الناشئة، ودورهم سواء من جانب القانوني والاستشاري وحتى المرافقة هو دور مهم جدا، ويحدد بشكل كبير نجاح أو فشل أصحاب الشركات.
تعلم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف المواطنين القاصدين بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج أنه قد تم تنصيب لجنة الوزارية لمتابعة موسم الحج 1444 الموافق لسنة 2023 للإجابة على انشغالاتهم واستفساراتهم طيلة موسم الحج، وقد وضعت تحت تصرفهم وسائل الاتصال التالية: الهاتف 023-48-44-23، البريد الإلكتروني hajagobas@marwa.dz. فحج مبرور وذنب مغفور. نحو البقاع المقدسة انطلقت من مطار عين البيضاء بولاية ورقلة أولى الرحلات التي تقل فوجاً من حجاجنا الميامين لتأدية مناسك الركن الخامس وسط تسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية لتسهيل إجراءات السفر، تقول مختارية بن مريم. غبطة كبيرة ارتسمت على حجاج بيت الله الحرام في أولى رحلات الحج من ولاية ورقلة والمتوجهة إلى البقاع المقدسة لتأدية مناسك الحج. فرحان أكثر ما تصوري، والحمد لله يا رب، ربي يخلي رجال وربي يخلي بلادنا، ربي يخلي رايا يصنع وربي يحمينا شبابنا كل إن شاء الله، ربي يفرحنا إن شاء الله ويفرح أمة محمد إسماعيل، وربي يوفقنا إن شاء الله للحج هذا العام إن شاء الله، وربي يوفق إن شاء الله كل حجاج البعثة الجزائرية، وإن شاء الله نحجوا ونطلبوا لبلادنا ونطلوا في بلادنا ونطلب من الشباب يطلوا في بلادهم. هذه البلاد هذا راه غالي ياسر. 12 رحلة مبرمجة لنقل الحجاج الميامين من عدة ولايات جنوبية إلى مكة والمدينة بالتنسيق مع عدة هيئات وبتنظيم محكم جهزت لها إمكانية مادية وبشرية للتكفل بالحاج إلى أن تطأ قدمه الطائرة. كل الشركاء متواجدين هنا. عندنا بالنسبة لمطار ورقلة عنده 12 رحلة مبرمجة، منها رحلات تتوجه إلى المدينة ومنها رحلات تتوجه إلى مكة مباشرة إلى جدة. عندنا عدد الحجاج ما يقارب 3800 حاج. نتعاونوا كاع ويد واحدة باش نأطروا عملية الحج سنة 2022-2023، إن شاء الله يروحوا بسلامة ويرجعوا بسلامة. نتكفلوا بالمرضى، بالناس اللي عندهم الإعاقة، الناس اللي تمشي بالشاز رولونت، لازم احنا عندنا احنا نتكفلوا بهم، هما الاولين باش هما نمباركيو. احنا تفاهمنا مع الشرطه باش تكون فيها تسهيلات. قداسه النسك تجيب كل القائمين على جعل الحاج في اريحيه للتنقل الى بيت الله الحرام وتاديه هذا الركن وتمثيل الجزائر في احسن صوره. تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء تمنراست الرأي العام أنه بتاريخ 24 من شهر مايو الماضي وردت معلومات إلى مصالح أمن الولاية تفيد وجود كمية من الكوابل الكهربائية المعدة للتهريب، وعلى هذا الأساس تم فتح تحقيق في الوقائع أسفرت على ضبط كمية معتبرة تقدر بأكثر من 11 طنا ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية، مع توقيف 20 مشتبها فيه من جنسية جزائرية وأجنبية بتاريخ الفاتح جوان الجاري، مع تقديم أو تم تقديم الأطراف أمام النيابة المختصة حيث أمرت بفتح تحقيق قضائي ضدهم بجرائم محاولة التهريب على درجة من الخطورة الذي يهدد الاقتصاد الوطني باستعمال وسيلة نقل حيازة مخزن معد للتهريب، التهرب الضريبي والدخول والإقامة غير الشرعية في التراب الجزائري بالنسبة للمتهمين الأجانب. بعد استجواب قاضية تحقيق للمتهمين أمر بإيداع 16 منهم رهن الحبس المؤقت ووضع 4 منهم أو متهمين تحت التزامات الرقابة القضائية، والقضية قيد التحقيق القضائي. للعلم فإن قانون مكافحة التهريب يعاقب على هذا النوع من الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد.
أعربت الجزائر عن خالص تعازيها وتعاطفها مع الحكومة الهندية وشعبها على إثر حادث اصطدامي الذي وقع بين 3 قطارات أمس بولاية أوديشا مخلفاً العديد من الضحايا حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. كما أعربت الجزائر في هذا الظرف الأليم بتعازيها الخالصة وتعاطفها وتضامنها مع حكومة جمهورية الهند وشعبها الصديق، مقدمة لعائلات الضحايا دعواتها الصادقة بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين. في الهند انتهت اليوم عملية إنقاذ العالقين تحت الحطام في حادث اصطدام 3 قطارات كما سبق وأن ذكرنا في ولاية أوديشا شرق البلاد، مخلفا 288 هالكا على الأقل و 850 جريحا حسب المتحدث باسم وزارة السكك الحديدية الهندية. فيما أعلن وزير السكك الحديدية الهندي أنه سيتم تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث الذي يعد أسوأ حادث قطارات تشهده الهند منذ 20 عاما. يذكر أن الحادث وقع بين قطاري ركاب وقطار شحن كان متوقفا في الموقع. في المغرب أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن نظام المخزن يشن هجمة غير مسبوقة على المناضلين والناشطين الحقوقيين ناهيك عن استغلال القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين. هذا وتتوالى الدعوات للمشاركة في مسيرة احتجاجية وطنية ضد الوضع المتأزم والمبرمجة غدا الأحد بالدار البيضاء تنديدا بالإرتفاع المهول في الأسعار والهجوم على الحقوق والإجهاز على الحريات. في أحوال الطقس وفي نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، يتواصل تساقط الأمطار الغزيرة على عدة ولايات من وسط وغرب وشرق الوطن، تكون رعدية ومرفوقة محليا بحبات البرد، وتتراوح كمية هذه الأمطار بين 20 و40 مليمترا خلال فترة صلاحية النشرية التي ستمتد إلى غاية فجر يوم غد. بمناسبة أربعينيات الإعلامي والمجاهد الفقيد مدني حواس، نظم اليوم منتدى الحوار بالعاصمة تأبينية حضرتها عائلة الفقيد وثلة من رفقاء دربه وشخصيات وطنية، وتم خلالها تطرق إلى مسيرة الراحل النضالية. هذه الأخبار وأخرى تأتيكم على رأس الساعة.